أعلنت هيئة الدواء حصول مصر على العضوية الدائمة بالمجلس الدولي لموائمة المتطلبات الفنية لتقييم الأدوية للاستخدام البشري. وبذلك تصبح مصر الدولة الأولى أفريقياً والثانية عربياً التي تحصل على العضوية الدائمة بالمجلس. وكانت مصر قد حصلت العام الماضي على عضوية المجلس كملاحظ قبل حصولها على العضوية الدائمة خلال عام واحد فقط.